أن دور الجامعة ليس قاصرا على إلقاء المحاضرات على الطلاب فقط، بل أنه يتعدى ذلك للمشاركة في كل القضايا التي تساهم في تطوير المشاركة المجتمعية لمواجهة الأمراض المختلفة والحفاظ على البيئة وتوعية أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمخاطر التي يتعرضون لها يوميا من التلوث البيئي والطرق المثلى للقضاء على العادات والسلوكيات التي تضر بالإنسان. والله الأسبوع البيئي من ضمن الأنشطة الكثيرة التي تقوم بها الجامعة، أنشطة ثقافية علمية رياضية، فدي يعني تابعة لقطاع البيئة وخدمة المجتمع. وفي الأيام الأخيرة بالذات ظهرت اللي هو الانفلات البيئي وعدم الاكتراث بالمخاطر التي تحدث لو لم يتم الإحساس بها. فأسبوع مهم جدا لتوعية الطلاب والعاملين وأعضاء التدريس بالخطر الداهم الذي يحدث لولا تداركنا له. فهذا تثقيف عام لجميع العاملين في الجامعة، ليس الطلاب فقط، طلاب بالأكثرية لأنهم يجوبون القاعات المحاضرات ويجوبون كل أماكن في الجامعة مع عدم الاهتمام بالبيئة التي حولهم. فكان التنبيه مهم جدا ضروري، وزي ما قلنا في المحاضرة، العقل السليم في الجسم السليم ليس فقط، بل العقل السليم في الجسم السليم في بيئة سليمة. لو البيئة السليمة اللي موجودة لا يوجد العقل السليم ولا جسم سليم. فهذا إنذار لهم وتحذير مما يحدث لهم لو لم يكترثوا بالمخاطر البيئية التي تمكنهم من الحفاظ على جسمهم وعلى سلامتهم. يتضمن الأسبوع البيئي بجامعة سوهاج عدة محاضرات لأساتذة الطب والإعلام والطب البيطري والتمريض والتربية بجانب المهرجان الرياضي، واللقاءات المشتركة بين الطلاب في خدمة الجامعة وتقديم المهارات العملية للطلاب حول الإسعافات الأولية. حضرك البرنامج بيبدأ السبت 17/3/2012، ينتهي الخميس 22/12، بيبدأ يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر. البرنامج مليء بالفعاليات متعلقة ما بين ندوات ومحاضرات مرتبطة بتثقيف طلاب الجامعة والحضور من خارج الجامعة عن خدمة المجتمع وتنمية البيئة. أيضا مجالات أنشطة عديدة يقوم بها طلاب الجامعة، الفريق الجوال الخدمة العامة للجامعة والكليات بتشارك معاه في نظافة وتشجير وتهذيب الزروع بالجامعة، أيضا دهانات الأماكن المحتاجة دهانات زي البردورات، أيضا أنشطة متعلقة بنظافة وتنظيم الفصول الدراسية وقاعات الدروس حضرتك، ايضا ندوات من مشاركه من كليه الطب والطب البيطري والتعليم الصناعي، وغالبيه اعضاء التدريس في الكليات بيشاركني طبعا في هذا اللقاء زملائي وكلاء كليات خدمه المجتمع وتنميه البيئه. وفي الحقيقه الطلاب دايما هم الايد اللي احنا من خلالها بنمدها للمجتمع، بحيث ان الطالب يكون عضو فعال في المجتمع من خلال الجامعه.